ويجوز أن يعطى صنف، فلا يلزم أن نعمم الزكاة على الثمانية المذكورين في الآية. فلو أعطينا الفقراء كفى، لو أعطينا المؤلفة كفى، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والأفضل أن تعطي زكاة مالك إلى أقربائك الذين لا تلزمك نفقتهم. فإذا كنت تنفق على فقراء لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك، لأن النفقة تجب عليك، فكأنك حفظت مالك بالزكاة، وهذا لا يجوز، لأنك أسقطت واجب النفقة بالزكاة. لكن إن كانت نفقتهم لا تلزمك فيجوز أن تعطيهم، بل هو الأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة.